Why don't we change the momentum a little bit? Why not? But what should that be? That is an acting. You mean drama, right? Yes, you're right. It's time for a drama. Okay, so let's welcome the team of Arabic drama, and the topic is Don't Tell a Lie, Garib Manjoor Sir. Give a big hand for them, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayu al ustadu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ijlis. Hayya ya bunayya. Utlu alayna suratul ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم اجلس أحسنت يا بني قراءتك منتزة قد احترمت قائد التجويد هيا يا ساهر اقرا سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم الا تعمل سورة الفيل اعلم يا شهيدي ولكني نشيت ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف أظن إنك لم تحفظ سورة أليس كذلك شهيدي إن أمي مريضة وإن لدي ست إخوات شغار لقد كنت آتني بهم لقد كنت أطبخ لهم لقد كنت آتري بالدزازات وبات بادي أيضا لأننا فكارون لذلك لم أزد وقتا لحفظ يا شورة وأين والدك يا بني؟ والدي إنه متوف منذ زمان نعم متوف رحيم الله حسنا يا بني رحمة الله ورحمة واسعة وكان الله في عينكم وصف الله أمك هيا انتهى درس اليوم الانصرف يجب ان اساعد هذه الاسره الفقيره حسنا ساذهب الى المخزن واتزود من الشعر والقبه ليقدموا مساعده لهذه الاسره الفقيره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يا شهيدي تفضل لقد انكسف الأمر لقد كذبت عليه وعليكم السلام ومن هو هذا الرجل يا ساهر إنه مرحبا يا شيخنا الولد ساهر تفضل يا شهيدي أحقا ما سمعت إن ساهر قال لي إنكم عائلة فقيرة وأن لكم ستة أطفال وأن أباه توفى وأن أمه مريضة نعم نحن عائلة ساهر لكن نحن بخير ولنا فقط ثلاثة أطفال وأمه جيدة والحمد لله لماذا كذبت عليها يا ساهر؟ لم أحفظ دروسي لماذا كذبت عليه؟ اكفل يا شهيد يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكما أوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكذب إلى الفزور وإن الفزور يهدي إلى النار استغفر الله يا بني شكراً يا سعيد مرحباً بكم السلام عليكم السلام عليكم